إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. نغتنم الفرصة دائما في موقع أونلاين بروفيت. اليوم سأسحب وأودع في الموقع، لدي في الموقع 117.98. كذا نذهب إلى الخانة الرابعة، نختار الفاير من هنا ثم نضع المبلغ هنا. هذا هو الحساب إخوتي، لقد تم السحب بنجاح. سأودع من الخانة الثالثة، نختار الخطة الأولى، نختار الفاير، نضع 100 هنا، نضغط هنا لنكمل الإرسال. سأكمل الإرسال وأعود. لقد تم الإيداع بنجاح. هذا الإيداع نشط، بدأ 17/6 وينتهي 20/6. لو نذهب إلى البيانات الشخصية أو البروفايل، لحد الآن إخوتي استثمرت 400 روبل وربحت 982.42 روبل. هذا هو ربح الآن 0.98. هنا كما قلنا السحب في الخانة الرابعة، الودائع في الخانة الخامسة، وهنا الهيستوريك أو القصة. هاي 100 روبل في الإيداع إخوتي، والسحب 117 روبل. هنا الريفيرال بعدة مستويات، نجد هنا البانرات وإذا أردت الإشهار للموقع. هاي البانرات، هنا كود إفران، هنا الريفيرال، والخانة الأولى لربح من الإشهار للموقع عن طريق الفيديوهات اليوتيوب. الموقع يعطي 50 روبل، أقل من 50 روبل. المرة الأخيرة تحصلت على 22 روبل. تضع رابط الفيديو هنا ثم ترسل إلى الموقع. هذا ما لدي في هذا الموقع إخوتي. لايك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.